اول حاجه برحب بكم كلكم، انا مبسوط ان انا موجود النهارده هنا، واهم حاجه بقى النهارده عيد ميلادي. ده اهم بقى. بمناسبه النهارده عيد ميلادي، انا يمكن قديم شويه داخل على 40، حاولت ان انا اسيطر على سكه 40 دي بس ما عرفتش. المهم ان انا النهارده اول يوم ليا في 39، فده مرتبط سنه باللي انا هقوله من 2002 اعتقد. طبعا يعني ايه، ربنا يديكم الصحه كده والبركه في العمر كلكم. كلكم يعني مواليد 2005 2000 ممكن يبقى حاجه قبل كده بحاجه بسيطه ما عدا انت طبعا. المهم الله اكبر ما شاء الله، حلو ده ماشي. فعندنا في سنه 2002 كنت فاتح الكمبيوتر، وكان ساعتها طبعا النهارده اللي زهقان من موبايله عشان فيه لاج ولا بطيء فانت في نعمه. احنا كنا من ايام الدال اب اللي هو تفضل بقى 037 5000 وتفضل قاعد 3 ايام علشان بس تعمل كونكشن. بعد ما تعمل كونكشن بقى صبرك يطول قبل لما الصوره تبدا تعمل ابلود وتظهر قدامك، وكان موال ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. المهم تظهر صوره قدامي لفاكهه اسمها ستار فروت. انا كواحد مصري اصيل كل معلومات عن الفاكهه ان هي موز وبرتقال وتفاح ومانجا، ويوم ما ربنا يكرمك تجيب كريز. طيب مين الستار فروت ده؟ ايه ده؟ ابدا انا بص على الستار فروت الاقي فيه حاجه ثانيه كمان اسمها مانجوستين. ولسوء الحظ او لحسن الحظ الله اعلم، ساعتها كان مفيش ريفيوز فيديوز ولا صوت، تقعد تقرا ارتكلز بقى. يا نهار مش فايت، يعني انا هفضل اقرا بتاع 30,000 كلمه علشان انا مش عايز يا عم اعرف دي. بس انا هنا كان عندي حته شغف، انا عايز اتفرج مين ده؟ ستار فروت، مانجوستين، سبوديلا، دوريان، تعويذ، تحس ان انت بتتفرج على حاجه. مين ده؟ ده عايز ايه؟ وتبدا تقرا ايه الشيء ده وفوائده ايه وطعمه ايه، لان طبعا ساعتها الكاتب كان بيبقى قاصد ان هو يقول ده بيعمل ايه، بس ده من وجهه نظره. ودايما ما تاخدش اي شيء في حياتك من وجهه نظر حد، لازم تجربتك انت الشخصيه. طيب بدات اجيب صفحات كتير قوي واتفرج واشوف مين ده ومين ده ومين ده. الموضوع بدا يدخل معايا كمان من سكه الفاكهه لسكه الخضار لسكه الاكل الغريب و و و و الخ. مرحله بحث وباستمتاع، انا مبسوط في شيء جديد بيحصل، لحد ما تيجي اول خطوه ليا في طريق التجربه. طريق التجربه 2006 2006 اسافر اندونيسيا. وكأي بني ادم طبيعي المفروض ان انت بتسافر توصل المطار على الاوتيل، معاك شنط على الاوتيل. انا من المطار على السوق. يا عمي انت رايح فين؟ على السوق على طول. نزلت السوق بشنطي بحالي بدنيتي كلها كده على بعضها، وبدات اتفرج على دنيا غريبه جدا وتجربه يعني حاجه كده ايه ده حلو ده. كل اللي انا كنت بشوفه في الصور بقيت بشوفه قدامي على الترابيزات وعلى الارصفه. تعالى بقى على ده، الكلام ده بجد. بدات ان انا امسك كل حاجه واشوف واتفرج. ده هي بجد فعلا. فاكرين الفيلم بتاع راتاتول بتاع الفار الطباخ لما يقول له غمض عينيك حط جوه بقك كذا وكذا طعم يضرب في دماغك حاجه خيال؟ انا بقى كنت الفار الطباخ ساعتها في الموقف ده. اجيب الفاكهه وادوق واتفرج. كل حاجه اللي انا كنت بقراها كوم، واللي انا بستمتع بيه بتجربتي الشخصيه ده كوم تاني. موضوع جامد جدا. انت بتدوق حاجه عمرك في حياتك ما اكلتها قبل كده، ولا اكلت شبهها ولا ريحتها ولا ملمسها. لا لا لا، الموضوع كان يستحق. وبدات اجيب من كل نوع حبايه، حبايه من هنا حبايه من هنا حبايه من هنا. وعارف بقى في قصه حب كده بينك وبينهم، انت قدامك طبق فاكهه بتحب فيه، ما انت الكلام ده جديد عليك مش شفتوش قبل كده. فجربت واتبسطت، وبدات بعد كده ان انا اسافر كذا مكان، ومن كل مكان بسافره اجرب فيه حاجه واتفرج. ما كنتش باكل السمك، كلت سمك من باب برضو التجربه، ان انا اجيب في قدامي مكان فيه 30 نوع سمك، طبعا عايز من كل نوع سمكه، وافضل اتعلم واشوف والدنيا بتمشي ازاي. لحد ما عدى عليا حوالي من 2006 اول سفريه لغايه 2021. كل الفتره دي انا عندي موهبه بس انا ما اعرفهاش، انا ما ساعدتش ان انا اعرف هي ايه واحطها فين. ده غير ان ما كانش فيه في الوقت ده طبعا ولا في سوشيال ميديا ولا في ابس زي اللي موجوده دلوقتي، فما كانش فيه كمان الطريق السلس السهل اللي يخليني اطلع الموهبه دي. هنا في غلطه انا عملتها انت ما ينفعش تعملها.
الغلطه دي ان انا ما ساعدتش ورا شغفي ومشيت وراه وحاولت ان انا انميه، لا انا اتبسطت واستمتعت ونمت، وده شيء مش حلو. المهم خلينا في اللحظه اللي احنا فيها. في 2020 في حد من اصحابي كلمني، عامل ايه واخبارك والحكايه والروايه تمام، ها هنعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ ما تعمل كونتنت. ايه الكونتنت اللي انا ممكن اعمله؟ انت بتفهم في كذا 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 كذا، طب ما تجرب ان انت تعمل كونتنت عن الموضوع ده. غلطه تاني، غلطه تاني ان انا ما سمعتش الكلام، كبرت دماغي. حد ما جت الكورونا في 2020 وكلنا بقينا قاعدين في البيت، وملل بقى، انت بتخلص الشغل تيجي تقعد في البيت ما تعملش حاجه خالص. طيب نجرب ان احنا نعمل كونتنت، وبدات في 2021 ان انا انزل فيديوز، ودي كانت مرحله البدايه الحقيقيه، ان انا الاكسبيرينس اللي انا خدتها، الخبره اللي انا خدتها اطلعها بقى للناس. حاله شغف، انا يعني عندي جنان هوس بالموضوع ده. طب يلا بينا. بدات اعمل شويه فيديوز، وكانت المفاجاه، انا في صحراء، صحراء انا لوحدي، انزل الفيديو من هنا يا نهار ابيض، ما فيش حد بيعبرني خالص، ما في صحراء، يعني تقريبا مثلا اللي بيتفرج على الفيديو مثلا امي واخواتي، ما فيش حد اكتر من كده، وما بيعملوش لايكس كمان. طيب وبعدين، طب الهم اللي احنا فيه ده، ما انا مراد، ما انا خلاص، ما انا يعني بحاول نلم نفسي يعني. المهم فيتفرجوا على الفيديوز، والاكبر فيديو عندي كان بيجيب مثلا 100 فيو. بعدين هنا انا مؤمن باللي انا بعمله، انا بحبه بقى مش هبطل، وكنت بلاقي كميه سخريه من الناس اصحابي كتير قوي قوي، ايه عمال انت بتعمله ده؟ كنت ممكن مثلا ابعت اشتري شويه فاكهه من بره يعملوا مبلغ اكس، مبلغ اكس ده مبلغ ضخم، انت يا ابني بتجيب الفاكهه ليه؟ طيب انت بتعمل كده ليه؟ وبدات ان انا اكمل لحد ما في يوم عملت فيديو، اوب الدنيا ضربت، كان بيتابعني 3000 واحد، في خلال يوم بقى بيتابعني 120000 واحد. ده في بقى اهو في ناس اهو مهتمه بالموضوع. فيديو واحد كان كفيل ان هو يديني دفعه جامده جدا لقدام، ويلا كمل. طيب حلو، الدنيا بدات تظبط، وبدات ان انا ابقى شويه يعني اتعرف شويه، اللي هو الناس بدل ما كنت بنزل فيديو 100 فيو، لا ده في 1000 فيو 2000 فيو، ولا ده في 50000 فيو، لا ده في مليون فيو. فالموضوع هنا بدا يوسع، الكلام كان حلو قوي، لغايه ما وصلت لحوالي 200000 فولور على بلاتفورم معينه، على منصه معينه، وما كانش ليا اي نشاط تاني. وهنا بدات واحده من أسوأ واصعب المراحل اللي ممكن يمر بيها اي حد بيعمل حاجه جديده، او اي صانع محتوى، او اي حد بيعمل فكره جديده، احباط. يا خبر ابيض، انا كانت دماغي بتزن، طب تعبان جدا ومش عارف اعمل ايه، وافكر في اني ابطل بالبلدي كده زي ما بيقولوا، الشغلانه دي مش جايبه همها، انا اركز في شغلي. بالمناسبه انا راجل مدير حسابات ونائب رئيس قطاع مالي، فانا شغلي اصلا فيه صداع لوحده من غير اي حاجه، ما بالك بقى صداع الشغل ومعاه كمان حاجه انت بتعملها وبتحبها ومفيش حد بيعبرك، الدنيا بدات تقف. فكرت ان انا لا، انا هبطل مش هكمل. لقيت امي الله يديها الصحه، لا كمل، ومراتي قالت لي لا لازم تكمل، وبعد كمان مراتي اصحابي، فانا كان عندي دعم جامد جدا، كان عندي دعم كويس قوي. واصحابي في منهم جزئين، ودي حاجه هقول لك عليها دلوقتي. الجزء الاولاني اللي كان بيقول لي بشكل ما كده، انت بتنفخ في بالونه مقطوعه ما فيش اي هدف. كتبت في يوم من الايام ستيتس على فيسبوك، قلت فيها الناس النهارده اللي بيتريقوا عليك بكره هم هيقفوا يسقفوا لك. الكلام ده حصل والله. وبعد سنه تقريبا جات لي ميموري للستيتس دي، وانبسطت جدا بقى، لان هو ده اللي بيحصل فعلا بقى، هم الناس اللي كانوا بيقولوا انت ما بتعملش حاجه، او اللي انت بتعمله ده شيء مش ملوش اهميه او مش هيتشاف، بقوا بيسقفوا لي كويس جدا، وبقوا يعني من اكبر الفانز اللي عندي. الجزء الثاني من اصحابي هم اللي كانوا بيدوا الدعم، ولا وكمل واوعى تقف ايا كانت المشاكل اللي بتقابلك او الصعوبات اللي بتقابلك، خش يلا بينا. تمام حلو، دي حاجه لازم تعلمك ازاي تنقي اصحابك،
ما انت مش اي حد هيبقى صاحبك. صاحبك اللي هيزقك وهيديك دفعه لقدام انك تكمل حبيبي، هو ده اللي ينفع يبقى صاحبك. غير كده لا، ما تخليش حد ابدا يحبطك. طب لو انت ما عندكش دعم، انت الداعم بتاع نفسك وانت اكبر داعم لنفسك. انا بعرف اعمل ده، انا شاطر جدا فيه على فكره وهعمله، وانا مؤمن بنفسي ان انا فعلا اقدر اعمله. فانت الداعم بتاع نفسك، ركز فيه كويس قوي. والا ما كنتش من البدايه اصلا بدات المشوار ده. يعني انت بدات في شيء فانا بعرف اعمله وبحبه فانا مكمل فيه ايا كانت الظروف. تبدا مرحله الدعم دي سواء كانت موجوده شويه او مش موجوده مع الاعتبار بكم ضغوطات الحياه اللي حواليك، فانا مكمل برضه رخامه، انا قاعد مكمل والكونتنت عاجبني. وتبدا انا مرحله التحدي، انت بيبقى عندك شيء متاح وشيء تاني فيه مجهود عشان تعمله، وانت مطلوب منك دايما انك تتفوق على نفسك، تخرج بره حدود المتاح. لان المتاح ده انا اعرف اعمله والراجل ده يعرف يعمله والمدموزيل اللي قاعده تعرف تعمله، كلنا نعرف نعمله. لكن الشيء اللي انت هتخرج فيه بره حدود نفسك هو ده اللي هيخليك دايما مميز. كنت بطلب حاجات اوردر باي اوردر، طلب بطلب، بيجي من بره هو بيركب طياره وانا لا. يعني في فاكهه، في حته فاكهه راكبه طياره وانا قاعد مكاني، علشان تفضل محافظ على حتة التميز. طيب في وسط كل ده كان عندي إصرار على تقديم محتوى آمن. انت النهاردة لما بتتفرج على اي اب بتقلب سكرول، وانت بتسكرول كده بيظهر لك كل حاجة، انت الدنيا كلها مفتوحة قدامك، الحلو والوحش. لازم يبقى فيه شيء كويس بيتقدم حتى لو كان بياخد مجهود. فلازم انا كان عندي اصرار على ده، كان عندي اصرار ان ولادي لما يتقال لهم ده باباكو يبقوا فخورين بيه، اه ده بابا واحنا فرحانين جدا ان ده بابا. لما بيتقال الفكهاني انا ببسط قوي، يعني فكهاني مصر انا ببسط جدا، ببسط والله. وفي وسط ده على فكره في حاجه وحشه قوي احكي لكم عليها، وحشه قوي قوي. انا سمعت كلام سيء كتير جدا، كلام سيء، كلام فيه اهانه، كلام فيه تجريح والفاظ سيئه. مش في الكومنتات بس، لا انت ما شفتش الكومنت هندخل لك في المسجات، هتجي لي من هنا هجي لك من هنا، مش هسيبك. ناس بتدخل بتكتب كلام سيء جدا جدا جدا. وهحكي لكم على حاجه صغيره، انا مش قصدي انكد عليكم بس هي حاجه صغيره جدا كده مأثره معايا قوي. في يوم كنت عندي شغل وانا كل شويه بسكرول كده في التليفون علشان لو في كومنت فيه شتيمه ولا حاجه امشي. لقيت فيه كومنت غريب قوي، حد بيقول لي انت عندك فلوس وصحه واولاد وبتسافر. الموضوع ده مؤثر جدا فيا لغايه النهارده. يعني انا يومها كنت سنه وهدمع، وكل ما افتكره هو موضوع مؤثر جدا. كم كلمه كده قالهم، وفي الاخر قام قايل طب هو فين عداله ربنا في الموضوع؟ انت بجد؟ مسج من اسوأ المسجات اللي جات لي في حياتي، خلتني قعدت حوالي 3 4 ايام في حاله صدمه، انا مش عايز اكمل. صعب. شوفوا انا دلوقتي حتى الموضوع اثر فيا، يعني الموضوع لما يتعرض لاولادك ولبيتك صعب جدا. فخدت قرار ان انا لا مش هكمل، لا 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 خلاص. بس بعد كده أول ما لقيت إنه كاتب هي دي عدالة ربنا، قلت لا كده تمام، كده أنت شخص أصلاً مش مآمن بإن في عدالة وإن في ربنا وإن في شيء عندك ومش عندي وهكذا. فالمسج دي كفيلة إن هي تخلي أي بني آدم يبطل، بس أنا بما إني عندي إيمان بالشيء اللي أنا بعمله ما بطلتوش. فانا ما بطلتوش وفضلت ان انا مكمل، والحمد لله وصلت للمرحله اللي تخليني ابقى واقف قدام ناس زيكم. انا بفتخر ان انا واقف وسطكم النهارده، ودي كانت رحله بني ادم مؤمن باللي هو بيعمله. القصه مش قصه تجربه نوع فاكهه جديد ولا حاجه مش عارف فيها ايه، القصه في ان انت تخرج بره حدود المألوف واللي انت عارفه لحدود وافاق تانيه كبيره جدا ممكن توسع لك سكك ان انت تقدر تبقى بني ادم نوعا ما قدوه.
فكرة انك تجرب، ما يبقاش عندك رهبة من الشيء اللي انت بتشوفه قدامك، ما يبقاش عندك رضا بالموجود. انا لازم بايدي وباذن الله سبحانه وتعالى اخلق الفرصة الجديدة واخلق الباب الجديد. انا اول صانع محتوى مصري وفي الوطن العربي يعمل الكونتنت ده. اتعمل بعدية كتير جدا بس محدش عمله بنفس الطريقة، محدش عمله بنفس التنوع، محدش عمله بنفس الاستمرارية، وده الشيء اللي انا كنت مصمم عليه وناوي ان انا اطور فيه اكتر وناوي ان انا اعلي منه اكتر. فاللي انا عايز اقوله انك لازم تخرج بره حدود المألوف، لازم يبقى عندك القدرة والمرونة ان انت مهما قابلت من كلام سيء ركز في الشيء اللي انت بتحبه ولازم تعمله. انت اصلا مخلوق علشان كده، انت مخلوق علشان تنفذ ده. فمن فضلك ما تضيعش وقتك في الفاضي، ما تضيعش حياتك هدر. انا اخ كبير ليكم، يعني اعتقد ان انا اكبر حد سن في القاعة اعتقد يعني. فانا بقول لكم النصيحة دي من اخ، امشي ورا حلمك مهما كان الموضوع مكلف، والتكلفة دايما نفسيا بتكون اعلى منها ماديا، بس انت اقوى، انت اشد من كده بكتير، انت تقدر تعمل ده، انت تقدر تتخطى ده. وخليك كده يعني ايه لارج كده، ما تبقاش زي حالاتي كده خفيف. لا لا يعني الكلام ده كان بيأثر فيا دلوقتي، اي نعم شويه قل، بس لازم تسعى ورا حلمك. وده كان جزء صغير من حلم محمد فراج، ومبسوط جدا ان انا شاركت معاكم.